مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي. الفيديو مات اليوم هو عن تطبيق تيك توك، وتحديدا كيف راح أعرف من زار ملفي الشخصي في تيك توك. حبيت أعمل هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو لين سيدعم قناتي بلين بعين عربي باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعين عربي، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية حتى أعرف من زار ملفي الشخصي. راح أدخل على تطبيق تيك توك، من داخل التطبيق أشرح لكم. حتى تعرف من زار ملف الشخصي راح تدخل على تطبيق تيك توك، راح تظهر عندك هذه العلامة، علامة الأقدام تكرمون، فهذه إذا دخلت عليها راح تظهر عندك هذه الصورة. راح تظهر عندك هذه الصورة موجود بها تشغيل زيارات الملف الشخصي. إذا شغلته راح الآخرين إذا أنت زرت ملفاتهم الشخصية راح يقدرون يشاهدون أنك أنت زرت ملفاتهم الشخصية، وأنت فقط راح تتمكن من رؤية من زار ملفك الشخصي، وأيضا أنت فقط الوحيد اللي تقدر تشاهد الكل، ما حد راح يقدر يشاهد من زار ملفك الشخصي، يعني ما في صديق يشاهد أنه الثاني زار ملفك الشخصي. بعد ما كبسنا على التشغيل راح ندخل عليه وتشاهدون من شاهد ملفي الشخصي، هذول المتابعين، فتقدر أنه تشاهد وتقدر تضيفهم إليك أصدقاء. نقطة واحدة حاب أقولها، أنه إذا حبيت أنه تلغي من زارك الملف الشخصي راح تروح على الإعدادات وتقفل هذه الميزة، وما في أحد راح يقدر يشاهد ملفك الشخصي، راح يكون خاص. فهذا الشيء اللي حبيت اشرح لكم اياه عن هذه الميزه اللي موجوده باكثر الحسابات. لكن للاسف بعض المتابعين تنحذف عندهم مثل ما اني محذوفه عندي، فاللي راح تعمله كالاتي: اذا انحذفت عندك ودخلت على الاعدادات وما موجوده راح اعلمك شو تسوي. لو اجيت دخلت على الحساب وما في ملفك الشخصي، اللي راح تعمله راح تاخذ لقطه للشاشه وتاشر هنا وأتأشر علامة السهم وتحفظها في الصور، بعدها تروح على ثلاث أسطر، بعدها راح تنزل على الإعدادات والخصوصية، بعدها راح تنزل إلى الأسفل في خيار الإبلاغ عن مشكلة، راح تظهر عندك هذه الصفحة، راح تروح على الحساب والملف الشخصي، راح تظهر عندك هذه الصفحة. هنا موجود عدة خيارات: صفحة ملف التعريف، هنا آخر، هنا هل تم حل مشكلتك؟ لا. هل تحتاج مزيد من المساعدة؟ نعم. هنا راح ياخذني خيار بالأسفل اللي هو راح ياخذني إلى الاستوديو، فأختار اللقطة اللي علمت عليها وأكبس عليها وأكبس على تأكيد بالأعلى، راح يرجعني على نفس المكان، وهنا راح أكتب إلى الدعم هذه الكلمات اللي راح تشاهدوها. راح تكتب: مرحبا فريق الدعم، خيار من زار ملفي الشخصي غير متوفر على حسابي، الرجاء إعادته لي وشكرا. بعدها تم، بعدها إرسال. الآن راح تنتظر هنا الرد مالتهم، راح تنتظر الرد مالتهم، وحاول إذا ما رجع كل يومين ترسلهم، إن شاء الله يرجعوا لك إياه. نقطة واحدة حاب أقولها لكل واحد حابب إنه ياخذ أرباح، راح نرجع إلى الوراء، نرجع إلى الوراء ونرجع ندخل بالأعلى وأدوات المبدعين. بالنسبة لكل واحد حابب إنه ياخذ أرباح، ما يصير هو في مثلا لبنان أو في مصر ويشغل VPN، وإنه حتى ياخذ أدوات المبدعين وهذه مركز المبدعين، التطبيق يعرف إنه أنت في مصر أو في لبنان فتحت الحساب، وللأسف ما راح ينطيك أرباح. وحتى بعدين لو قررت أنه تحوله فأبد ما راح ينطيك أرباح، يعني إذا أنت بمصر وأخذت هوية مال أي واحد صديقك وفتحته في ألمانيا فما راح ينطيك. الحل لهذه المشكلة أنه من البداية أحد من أقاربك أو صديقك يفتح الحساب في الدول، هم ستة تقريبا اللي تنطي أرباح على المشاهدات في تيك توك، وأنت هو تتفقون راح يفتح باسمه الحساب، وتتفقون شلون راح تقاسمون الأرباح، وأنت تنزل فيديوهات وهو يرفعها وتكون الأرباح مناصفة بيناتكم. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا، لا تنسون ادعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.